السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد أبو السعود. محمد أبو السعود في التمثيل، في الغناء، في تبويض البعبعانات. محمد أبو السعود هتشوفوا منه حاجات حلوة إن شاء الله مع أحمد وائل على قناة منوعات. انتظرونا قريبا إن شاء الله قنبلة السوق بمشيئة الله تعالى، ثقة في الله نجاح. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا في حديقة الحيوان محافظة بني سويف، وده الضبع ده طبعا هو فصيلة من فصيلة الحيوانات المفترسة والكلام ده. طبعا هو حاجة يعني ما شاء الله عليها، هو من فصيلة الكلاب والدبة وربنا يبارك، يعني هم دول عواجيز جدا. نرجع نتكلم في الجد، ده نوع، النوع بتاعه منقط، فترة الحمل بتاعته بتبقى حوالي من 110 يوم، الفطم بيبقى عند 16 شهر و 12 شهر، سن البلوغ 3 سنين. وده صاحبي اللي بيخش في كل التفاصيل، اللي هو اللي معايا اللي بيصور اصلا يا جدعان. بس ويلا بينا بقى نشوف حاجة غير بتعمل صورها. وبياكل حيوانات أليف زي القطط والكلاب، وهو اساسا كلب ابن كلب. يلا نشوف حاجة تانية. وزي ما شفتوا معنا دلوقتي الضبع اللي هو شبه الكلب البلدي، هنشوف معنا دلوقتي اسمه ايه، ابو القرزان ده، النسناس ده. وده مش زي اي قرد تاني انتوا شفتوه قبل كده. ده التيس بتاعته زرقاء مش حمرا اللي انتوا عارفينه احمر. ويلا نخش على اللي بعده. معانا دلوقتي الطاووس اللي شبه الفرخه، ابو ديل جميل. الطاووس ده طاووس غير عادي، ده طاووس بيهز ديله وبيرقص، وفي هزته بسم الله ما شاء الله عليها. يعني دي الحاجه الوحيده اللي احنا المفروض نتكلم عليها كلام جد، لانها من اجمل الاشياء في الحياه هو الطاووس. الطاووس الهندي من اجمل الطواويس، من اجمل مخاليق الله. طاووس ياباني محدش يصدق. يا بني ما يا بني هندي هندي. طب يلا يا هبات نشوف اللي بعد. ومعانا دلوقتي بعد ما شفنا الطاووس الياباني الهندي، هنشوف معانا المعزه البرازيل. المعزه دي بتخلف وبتبيض وبتولد في نفس الوقت، وكمان لحمها احمر في ابيض وبتتشوي على الفحم. نبقى نجرب واحده نذبحها ونجيبها لكم في فيديو ثاني. يلا ارجع معاكم واكمل واقول لكم. البجعه ام بق كبير، البجعه دي بجعه غير عاديه. لو نرجع في الاصول القديمه هتعرف ان البجعه بتتكلم زي البغبغان بالظبط، بس لازم تربيها من وهي لسه فرخ صغير. الكلام ده كلام حقيقي خارج الهزار. نرجع ونكمل في الهزار. البجعه ام بق كبير اللي بقها شبه المنشار، اللي هي بتاكل اسماك وبتاكل سردين وبتاكل حاجات زي كده. فهي شوف اللي هات اللي هناك دي كده يا احمد، شوف بتعمل ازاي، بتطلع منها امل وفسافيس وهي بتاكل وبتشرب. اللي ورا هناك البجع ما يقدرش يعيش بره الميه، هو لازم يكون في الميه. دي من المعلومات الصحيحه. يلا نخش على اللي وراه وسيبنا من البجع والبط. وزي ما شفنا دلوقتي البجعة اللي شبه البطة، نيجي عند الوز العراقي اللي كاتبين علينا دي صيني. هو اساسا الوز بتاع بوع، اللي يذبح له وزتين عراقي ووزتين اسرائيلي. ويلا نخش على وعلى بقى يبقى السباح في حديقة الحيوان متسطرين على عراقيين وصينيين كتير. يلا يا سنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع اسحبه كتير. العصفور الكوكتيل ده انا بتكلم دلوقتي كلام جد مش هزار زي الاول. عصفور الكوكتيل ده فصيله من فصيله البغبغانات والعصفور في نفس الوقت، عشان هو لذلك سموه كوكتيل. كوكتيل دي يعني هو من بغبغان ومن عصفور. عصفور الكوكتيل عصفور ناصح جدا، عصفور ذكي، عصفور ينفع ان هو يقدر ان هو يتكلم. طلع بينفع عصفور، وهو مش عصفور، هو بيتكلم على فكره، بيجي عليه اوقات وبيتكلم. ومن ضمن الكلام هو كوكتيل لان هو كان بيتعمل عصير. بيتعمل عصير بالجوافه. خش يلا على اللي وراه. يلا هنا نرجع تاني ونقول نبص للعصفور الاسترالي والعصفور الزبره، واللي انا شايفه هنا ان في عصافير زبره كتير. ده جنازير. في فالو وفي البينو وفي الباتشينو وفي اورانج وينج.
في استراليا هنا باندد لاتيني وجرين واوبلاين وحاجات زي كده. اونلاين عصفور الزبرة عصفور من العصافير اللي بتشتغل مجموعات، ما بتشتغلش فرداني، ما ينفعش جوز واحد يشتغل لوحده. والكلام ده صحيح لان انا اصلا بتاع بغبغانات، فحبيت ان انا اقدم لكم الفقره دي جديه مش اكتر. طب يلا يا بغبغان نشوف اللي بعد. رحمة الله وبركاته. ده التعبان الحضراوي المشهور ده، طبعا نسبه السمنه بتاعته اصلا في الحقيقه هي غير سامه بنسبه 50%، واسنانه بتتجدد افقيا على نظره معينه. هو في تعبان باسنان وهو حجمه كويس جميل، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. يلا انا هلبسه دلوقتي. يلا انا هلبسه. البس يا ابني. العب. يلا طير. يلا يا حمام صرصار يا ابني. يما يما ايه ده؟ صورت صور. يلا يلا انت ديكم شايفين معايا التعبان النهارده الكبرى اللي هتحط اللي هتاكل اللي بيصور اللي مش عارف ايه. ونلبس بقى التعبان ده كده، بس هو هيعض. اوعى بيعض. مش بيعض. اوعى يا ابن المره تعض. مش بيعض. لا ده بينشف نفسه عليا. ده احمد بقى اللي كان ماسك الكاميرا من شويه. وشكرا عليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعيد السلام عليكم تاني، لان السلام ده بتاع ربنا. انت بتاخد حسنه لما انت ترد، وانا اخد حسنه لما ارد. خش نشوف الجمعيه. تعالوا نشوف الحمام الجمعيه والحمام البلدي. هو يعتبر ان هنا كله على فكره بلدي، بس ريشه الجمعيه والريشه بتاعت الزواجر اللي كلنا عارفينها، اللي هي الريشه اللي بيتقال عليها الازازيه. اهدوا يا اولاد الكلب. طبعا اللي بيسكسك ده الفرخ، ده الفرخ الحبشي. انا حبيت ان انا اشاور لكم عليه عشان تاخدوا بالكم ان ده اسمه الفرخ الحبشي، مش صوت الحمام. صوت الحمام احنا كلنا عارفينه. انما طبعا دي الفرخ الحبشي اللي هي الفرخ الابيض والفرخ الرصاصي. ده بالنسبه للحمام. فهنا هتلاقي الاكثريه الريشه، ريشه الزاجل القديم بتاعنا، البيوت القديمه. طبعا الريشه دي هي هنا جايه على بلدي، واكيد ما دام جايه هنا على البلدي ده معنى كده ان الحمام ده اصلا دخله جمعيه، لان ما فيش تحصيله بترمي ريشه الازازي او الريشه المفصصه الا لما بيبقى فيها جمعيه. نخش بقى على الفراخ اللي مش عارف مالها دي، عماله صوتها متغير. دي الحبشي دي فراخ فصيله من فصيله هولنديه، ومنها الابيض ومنها الرصاصي ومنها فيه الازرق، منها اللي هو الازرق التركوازي. مش موجود عندنا ده. ده الجوز منه بيتراوح سعره عند ال 600 جنيه، ولو حد عايز منه يقول لي عشان عندي منه. ما تنسوش تتواصلوا معانا عشان تشتروا لكم جوزين. يلا نخش على الحاجه اللي بعدها عشان انا اتخنقت. حيوان تاني انا ما ينفعش اقول اسمه، عشان لو قلت اسمه انا هتحبس. وهنوريه لكم في اليافطه هنا اهو. بلاش انا ما قلتش الاسم. يلا نشوف الحيوان ابن الحيوان ده. وزي ما انتوا شايفينه هو بيقولوا عليها زي ما انتوا شفتوا في الاسم كده، وهو شكله اساسا شبه البغل الحمار، وحيوان ابن كلب عمال ياكل في برسيم ويحش في برسيم ومش عايز يعبر امنا اساسا. ويلا نخش على الحاجه اللي وراها. وزي ما شفنا الحاجات اللي قبل دي والحيوانات الغريبه اللي شفناها، هنيجي نشوف معانا الماعز البيضاء اللي هناك دي والماعز السوداء. ولو في ماعز هناك كده برتقاني، دول بيقولوا عليهم اسمهم لما. ولما بقى هو وطن كان بيعمل حمام وعارف الدنيا. وده حيوان ابن كلب اصلا. نشوف اللي وراه. ومعانا النعامه ام بدل طويله ورقبه طويله شبه الزرافه، اللي شبه الزرافه بس بتقنى بريش. وانا لازم اقعد مستشفى بريش. يعني انا لازم ان انا اتكلم. طب يا احمد انت ما ينفعش انت تخش في الكلام بتاعك كده. عامة نرجع ونكمل مع بعضنا عن النعامة. النعامة دي اللي هنيدي زمان ركبها، وانا محمد ابو السعود لما ربطها ما ركبتهاش بصراحة، وجاية معايا اليومين دول ان انا اركبها. هيركب اللامبورجيني. هوريكم البغبغانات بتاعتي، وهوريكم الحيوانات بتاعتي، وهوريكم كل حاجة. ولينا فقرة كاملة بجدية عن الكلام عن الحيوانات وعن الطيور وكل التفاصيل الدقيقة الصحيحة. ونخش على اللي بعد. زي ما شفنا الحيوان اللي قبله، هنيجي نشوف القرد المشمش اللي عمال يا ابني اهدى يا ابني ايه؟ والناس عمال يضحك لي. يا ابني اسكت.
بتضحك عليه. بس بس اقعد وانت اهدى بقى يا مشكل. اهدى وانت لف بقى نخش على بعض عشان مش قاعد. يلا نشوف اللبوة. دفعنا يا باشا. تعال اهو تعال بقى تعال اهو خلص تعال اهو ارفع ريشك فوق تعال تعال ارفع هنا يلا اهو بس خلص تعالى اهو. لا 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 خلاص انا اللي هعمل كده. ارجع نعرف واستنوا معانا الجزء الثاني جديد ان شاء الله قريب في حديقه الحيوان بتاع الجيزه. احنا دلوقتي في حديقه الحيوان بني سويف ان شاء الله في جزء جديد وجزء احسن وجزء افضل على قناتنا قناه منوعات احمد وائل. يلا السلام عليكم. We'll be right back.